كان راح يكون الصف ممتاز من عثمان جونيور على طريقة فينيسيوس جونيور. ضربة مرمى لصالح فريق ويلز والشوط حتى الآن من فريق فارس جيد جدا في وقت الميدان يتفوقون في كل الكرات. الكرة الآن الممكن أن نرى ردة الفعل السريعة من فريق ويلز ويرون المخالفة مخالفة مرور ممتاز من القاضي أدى ببراعة المخالفة. الكرة جاءت اليمنى الآن راح تلعب عن طريق عشري عشري العرضية على العرضية ولكن طولة أكلت فوق العارضة جابت سريعة جابت سريعة الكرة تلعب الكرة من عند الصدام لم يجد ولكن تسلل الحكم فلم تسلل. Thank you.
ابو عشري عشري مسك الناس مسك الناس اتكلم الرأسية من حرب ولكن تخرج لم يلتمس اخرى لصالح فريق فاروس تجي الكرة عند منير منير لعثمان الكرة منير يختار الكرة طويلة عند عثمان جونيور عثمان جونيور عثمان جونيور مع بلال عثمان لا لا والدفاع لسه الكرة ما خرجتش يا بلال خرجها راحت ركنية لصالح فريق فاروس ممتازة الكرة الماضية ممتازة من اللاعب شلتا خرجها بشكل ممتاز لا شتا الركنية السريعة راح تلعب من عند فاروس العرضية والله ولكن لسه التسديدة با 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 جول عثمان الكابيتانو يا سلام 1-0 لفريق فاروس 1-0 لفريق فاروس واحدة من أروع المباريات خلونا نتكلم بصراحة مباراة حتى الآن على المستوى الفني مباراة ممتازة هدف كان عن طريق عثمان الكابيتان لفريق فيروز هنا اللقطة السريعة من فريق فيروز يا سلام بالجهة اليسرى زيزو مع حرب المباراة الثنائية ولكن حرب دخلت الكرة رجل التماسك بتروح لصالح فريق اللقطة استلام دوران من زيزو لسه الكرة مع سيزو يحافظ على بشكل ممتاز الكرة مع سيزو بتروح سريعة ولكن تخرج رمية تماس لصالح فريق فاروس من الجهة اليسرى للاعب رمية التماس تلعب في وسط الميدان الكرة ترجع من عند زهرة عثمان يدور الحلول إلى عند عثمان الآخر ولكن هذا عثمان جونيور يحاول المرور من أمام بلال عثمان لا لا لسه ولكن خلاص خرجت الكرة حافظ عليها بشكل ممتاز لاعب بلال مالكش دعوة بالفرقة خالص العب على آخر واحد قدام بس هاني اوسكار حط وراها اوسكار الكرة من مارك الكرة تتفادى يا سلام في وسط الميدان الكرة شتلة يلا ماجد روح تدخلات القوية هنا بس يحاولون تعديل النتيجة الكرة تروح في وسط الميدان قوية والله يا سلام تروح في الجهة اليمنى قوية عند فريق ويلز عبد الله الكرة في الجهة الكرة من عند منير يعكس الكرة في الجهة اليمنى عند اللاعب فارس الممتاز حتى الآن لا لا كل ما يدور الكرة تروح سريعة عند زهران يا زهران لاعب خفيف جدا لاعب زهران الكرة مع فارس اللمسة عند عثمان في محاولة الثانية عند عثمان جونيور ولكن تولت تولت على عثمان جونيور جولة الكرة على عثمان جونيور تروح في يد سويلم حارس مرمى فريق رايح يلعب الكرة الطويلة الكرة فضائية المخالفة هنا من فيتر كراوتش لصالح فريق ولف علي فاهم اهو يلا
اطلع 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 ولا يلا مارك الكرة تأتي من عن طريق فارس فارس يدور الحلول الكرة عند عثمان جونيور ببراعة ولكن يخسرها هنا تجه لفارس قوي يدخل قوي من اللعب قاضي على فارس فارس يترك الكرة للمجافة يلا ماجد تعالى علي علي ارجع صح كده ماجد ماجد فارس يجي لنا فارس يتقدم فارس يلعب في وسط الميدان عن طريق زهران يلا 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 علي زهران والتقدم لسلام من عثمان نقول له للميمين ولكن هذا زهران سلام الكرة تروح سريعة ترجع لزهران زهران تعتمد يا زهران ولكن الكرة تروح من جهة اليسرى هما ثاني الكرة عند فارس الكرة في الجهة اليمنى عند عثمان جونيور جونيور مرة ببراعة عثمان ولسه الكرة لسه الكرة ولكن حرب يا حرب محتاجنا انت البارد يا حرب صراحة تدخلات الكرة جوزك وخلينا نشوف هذه المباراة خلينا نشوف هذه المباراة ماذا سيفعل اللاعب حرب رقم 14 في فريق ويلز الكرة من زيزو زيزو ينقلها يا الكرة لعمر هاني عمر هاني لزهران لمسات هنا والاستحواذ على الكرة يلعبون بهدوء فريق فاروس ولكن يخسر اللاعب فارس تروح الكرة عند قاضي قاضي لسه الكرة يرجع عند بلال بلال يختار الكرة الطويلة بلال يوصل المين لبلال ولكن راحت لمنير سهلة يا منير اوسكار زهران ولكن يخسر هنا لاعب وولف لسه الكره يسلم ولكن الدفاع الكره الان مع حرب يوصلها عند شطله شطله لمسات مارك الان يحاولون الاستفاضه يحاولون الاستفاضه هنا ورد الفعل من فريق وولف عثمان جونيور لمسه ممتازه لزيزو ولكن تسلل على زيزو مهاجم فريق فيروز يلا واحدة فوق واحدة فوق يا شتلة شتلة يختار الكرة يوصلها عند القاضي الكرة عند مارك في جهة الإسلام يلا الجديدة العرضية ولكن سهلة في يد منير منير يا سلام يا سلام ولكن يلا انشت كذا انشت من اللاعب مارك نت من نادي وولف لتقدم مباراة ممتازة البارحة عثمان جونيور الاوت ممتاز الطويل الكرة عند عماد يا سلام عماد مع حرب يا سلام ولكن التدخل القوي من اللاعب حرب سلوح ركنية لصالح فريق فيروز ارجع يا علي ارجع يا علي نذكركم مشاهدينا الافاضل حتى الان 1-0 لفريق فيروز سجل الهدف عثمان سيف عثمان مالكش دعوه مالكش دعوه انا اللي بقول لك وقف هنا يا عمر يا عمر عثمان جونيور العرضية أولى لمارك يلا ولكن سهلة هنا المخالفة حتى اللاعب المدافع طلع علي
نادي ثالث كرة يا ثالث كرة يا شباب. الكرة الآن عمر هاني تقدم عمر هاني فريق كرة ممتاز حتى الآن. الكرة الطويلة يا سلام عند زيزو 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 با 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 لسه الكرة سريعة ولا ولكن الدفاع حرب المباراة على كل جهتكم ممتازة حرب المباراة الفارقة الكرة زيزو والمتابعة من زيزو ولا زيزو والمحاولة زيزو ولا با 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 كيف ضيعت هذه الكرة يا زيزو؟ كيف هدرت هذه الكرة يا زيزو؟ لسه الكرة في وسط الجهة اليسرى يا سلام على زيزو بيتر كراوتش يحتسبها لصالح سويلم على زيزو على زيزو ضربه مرمى لصالح سويلم وفريق ويلز يحاولون الان فريق ويلز يمتعون ويحاولون ان يخلصوا الفارق بينهم وبين فيروز واحد حتى الان لفريق ويلز مباراة ثنائية بينه وبين زهران بينية ولكن راح اللاعب بلال بلال يا بلال الكرة الآن في وسط الميدان عن طريق الكرة مع شاذلي يحاول يأخذ المخالفة ببراعة شاذلي مرة من هنالك في وسط الميدان من أمام زهران الكرة عن طريق الباص الآن هل ممكن أن نشوف ويحاول أن يخلص الفارق فريق ويلز عن طريق الباص وعن طريق مارك الكرة من فضل ترك المركز يا سلام العرضية الجميلة ولكن اسمع الكلام دفاع فيروز بمنظم الكرة يحاول الخروج الكرة خطيرة الكرة خطيرة زيزو زيزو مع شكل زيزو زيزو مرة من هنالك زيزو ولا ماذا يستوي يا زيزو با 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 جول 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 عن طريق زيزو يا سلام عن طريق زيزو يا سلام مرة الكرة من عشرة مرة الكرة من عشرة بقرابة يا سلام اللي حط عليها زيزو يا سلام عليك يا زيزو يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام عليك هدف ممتاز بصراحة وضع المدافع في ظهره وأدى مرة وسجل الهدف كابتن شيري رئيس الاتحاد الدولي كابتن شيري القدم الكرة عند مارك الآن يحاولون عن طريق ويلز يخلص الفارق 2-0 مسجل الأفراد حتى الآن لفريق فيروز الكرة الآن عند مارك عارف ليه؟ عارف ليه؟
الكره السريعه عند حجازي. حجازي على طريقه الفونسو نيجز، ولكن تاتي الكره مرت سلامات ارتفاع فريق ويلز. اللمسه هنا السلام زيزو صاحب الهدف الثاني عثمان جونيور، العرضيه بيسرى يا سلام العرضيه، ولكن ما تروحش تدخلات شرعية للكرة السريعة، ولكن تروح سلام لمنير، يحاول بعض الهدوء منير، الكرة منير من جهة اليسرى لصالح حجازي. زهران الفراشة، زهران عدى بمباراة، زهران لعبها في الجهة اليمنى عند فارس المتقدم، فارس عثمان الكابتن عثمان، شوف عثمان الاخر، عثمان جونيور، ثنائية العثمان، عثمان لا لا، ولكن يا سلام الدفاع من شتلة، هنا يخرج بالكرة تروح ركنية لصالح فريق فيروز. سجلوا منها اهداف الى العرضيه، ولكن ينزل على القصيره شكله يخرج الكره، الكره لسه عند عثمان جونيور، الازمه خطيره، عثمان العرضيه، ولكن لسه الكره ترجع ثاني عثمان، ماذا بينك وبين الكره يا عثمان؟ الكره تروح عند زيزو، يرجع الكره عند عماد، ياسر رقم خمسه، عماد الكره الخاطئه تروح عند عبد الله المهاجم، عبد الله ولكن عبد الله يا سلام على الكره في الجزيره، عبد الله يدخل لجوا، عبد الله والعرضيه، الكرة تلعب سريعة، يا سلام ولكن ما تعديش، كان فيها فكرة جميلة ولكن ما تعديش الكرة الماضية، بتروح رمية تماس لصالح فريق ويلز. ننزل لفريق فيروز، الأول كان عن طريق عثمان الكابيتانو، يتبع اللاعب زيزو المهاجم، حرب يا سلام، يوصل عند اللاعب بلال، يا سلام المراوغة ممتازة، بلال التسديدة، تسديدة ولا أقل ولا أروع من اللاعب بلال، وتصدي ممتاز من اللاعب منير، هلا
المشاهدين مشاهدينا الفاضل، الكره تروع الى برقم 6 شاذلي، ولكن يتروع الكره السريعه عند عثمان جونيور، البنيه ممتازه عند زيزو، وزيزو واحد على واحد، زيزو والدفاع 20. نعم صحيح، ضربه مرمى لصالح فريق ويلز عن طريق سويلم. سويلم راح يلعب ضربة المرمى، سويلم يلعب في وسط الميدان، ينتهي الشوط الأول مشاهدينا الأفاضل بتقدم فيروز 2-0 على فريق ويلز. سجل الهدف عثمان وسجل الهدف الآخر زيزو. شكرا لكم، إلى أن نلقاكم في الشوط الثاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجع لكم من جديد مشاهدي الافاضل في الشوط الثاني هنا في بورتوغال مارينا، 2-0 لكي نذكركم مشاهدي الافاضل، 2-0 لفريق فيروز. سجل الهدف عثمان، الثاني كان زيزو، كان هدفان ممتازين صراحه. خلونا نتكلم هدفان ممتازين، ولكن هل ممكن ان نرى لولوتو جديده؟ ولكن كانت بعيدة. ممكن ان نشوف فريق ويلز يرجع في المباراة، راح نشوف لا يستسلموا، لن يستسلموا بصراحة. راح نشوف الكرة تروح عند عثمان ينقل الكرة عند سونيك، يا سلام مرور ببراعة، يا سلام الكرة، يا سلام عند زيزو، ولا ولكن الدفاع ببراعة الكابيتانو، ببراعة الكابيتانو اللاعب 20 رقم 4، واحد بصراحة من أفضل المدافعين، لولا الغلطة اللي سببت في الهدف الثاني لراحة الكرة لزيزو كان راح يكون بصراحة من أفضل المدافعين. ركنية لم يتمس بتلعب قصيرة، يا سلام الكرة تروح سريعة عند فريق ويلز، اللمسة عند حرب مع زهران، اللمسة عند شاذلي، ولا يا سلام ببراعة في الجهة اليمنى، ببراعة فريق ويلز، ولا كما نرى مشاهدي الأفاضل، كما نرى يحاولون أن يرجعون في المباراة فريق ويلز العرضية، ولا خلي بالك، حذري، لا تلعب بالنار. اسمع كلام بهالسلطان، ما بلاش تلعب بالنار. والله شوف التدخل الفني، تدخل فني قوي جدا في ظهر اللاعب حرب نجم ويلز، يحسبها الحكم بيتر كراوتش، مخالفة في مكان ممتاز. راح نشوف بلال على التنفيذ، اللاعب بلال، يمتلك رجل يسرى ممتازه، بلال يمتلك رجل يسرى ممتازه، بلال التركيز هنا، التركيز من بلال في انتظار حائط الصد، خش يا علي بلال ياخذ خطواته، متريث بلال حتى في الجول يا بلال. يا بلال، تسديدة كانت جميلة بصراحة، ولكن فوق العارضة، معلش يا بلال، الكرة تلعب سريعا قصيرة في الجهة اليمنى لأوسكار من جويزا، أوسكار توصل عند زهران، اللمسة لسه الكرة في وسط الميدان، يتصارعون على الكرة مشاهدينا الأفاضل بطريقة ممتازة، والشجاعة هنا الشجاعة تتملك من المباراة. الكرة تروح عند عثمان، لولا البينية خطيرة عند عثمان جونيور العرضية، با 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 جول، هذا يومر، هو ده من أروع ما يكون هدف لفيروز، يا سلام من أروع ما يكون هدف لفيروز. أي ثلاثة أهداف مشاهدينا الأفاضل لفريق فيروز بالعلامة الكاملة 3-0 هنا أمام فريق ويلز. راح نشوف شوط ثاني ممتاز بصراحة، راح نشوف
على
استلام ممتاز الشيخ احمد الهدف الثاني اليوم الكره عند كهرباء الفراشه رمانه وسط الميدان زرع بسهوله الكره عمران التغطيه من عمر هاني يا سلام لجأت الكره عند منير يا منير عثمان كان يريد تأدي ولكن لسه الكره مع عثمان جونيور اي كره خطيره يا سلام ولكن التكليم من عشري سونيك ولكن شاشني يا سلام ببراعه الممكن والكلام الكره مع شاشني كل جهه اليمنى شاشني ولكن طول الكره كانت جريد بعد التركيز رمي التماس لصالح فريق فيروز المتقدم بثلاثة أهداف الكرة عند سونيك يوصل عند عمر هاني يا سلام في المكان الفاضي عند عثمان صاحب الهدف الأول عثمان شوف كيف يلعب عثمان يا عثمان ولكن لا نريد هذه الأشياء الآن يا عثمان التسديد ركض يا سلام كاد أن يخدعنا قاضي ويصالح جمهوره ويصالح فريقه في الكرة الذي أضعها منذ حين الكرة الآن عند زهران في الجهة اليمنى يلعبون بهدوء كما نرى متقدمين بثلاثة أهداف ولكن لسه بيرد على زيزو مع سويلة الكرة خطيرة زيزو يتعرقل هنا ولكن يا سلام لسه كرة عثمان جونيور ولكن عدت مرة سلامات كنا ممكن نشوف هدف رابع هنا لفريق فيروز ولكن زيزو ضيعها وعثمان جونيور ضيعها تايفون دوغان في هذه المباراة هو وترينت ألكسندر أرنولد الكرة الآن في الجهة اليسرى يا سلام يريد المراوغة ولكن تروح وتأدي رمي التماس لصالح ويلز متأثرين بثلاثة أهداف يجب أن يغيروا الكرة الآن في الجهة اليسرى تروح ركنية لصالح فريق ويلز ركنية لصالح فريق ويلز على التنفيذ الممكن أن نشوف هذه الهدف في هذه الكرة العرضية ولا حرب يا سلام والمتابعة هنا من شكلي ولا وينهم يقدمون من الخلف الكرة الآن مع عبد الله التسديد ولا ولكن لسه الكرة منير بالبوكس يا سلام الكرة كانت خطيرة ولكن تحتسب تسلل على لاعب ويلز روح أوفسايد الكرة الآن توصل عند ماجد ولكن الضغط شوف الضغط يا سلام سونيك المتغلب اليوم سونيك عند عثمان جونيور فينيسيوس جونيور والله ولكن يا سلام الكرة السريعة ولكن في الضغط يا عمر هاني معه والله شوف التدخلة القوية من عبد الله يا سلام يا عبد الله يلا يا فادي يسجل اخيرا قاضي ويصالح جمهوره ورفقائه وزماله يا سلام اللاعب قاضي سجل هدف يسرى ممتاز كان ولا احلى ولا اروع من اللاعب عبد الله الان النتيجه اصبحت 3-1 الممكن ان نشوف مباراه مشتعله في اخر الدقائق راح نشوف زهران كنت ممتاز يا زهران الكره الان في الجهه اليمنى راح نشوف فريق ويلز هل سيستفيق ام سيثبت على مكانه الكره الان في الجهه اليمنى انت اللاعب بيومي يرجع الفارس وسط الميدان عثمان زهران كنت ممتاز دوران زهران النجم اليوم زهران عثمان جونيور زهران فوز الممكن ان نشوف شوف اللمسات اي ولكن المخالفة هنا المخالفة لصالح فريق
الكل راح تشوف الخطورة، الآن راح تشوف الخطورة في أجواء المباراة هنا، أجواء ممتازة على ملعب بورتوغول مارينا. راح نشوف، راح نشوف صراحة نحن نشتغل المباراة الكرة الآن عند مارك، نجح الكرة يا مارك عند الحكم بيتر كراوتش، ممتاز الحكم بيتر كراوتش في الإدارة. من الممكن أن نشوف قاضي صاحب الهدف، صاحب الهدف قاضي الممكن هو متميز وعنده سنس برجله. يا سلام الكرة عند قاضي، التسديدة والله يا سلام يا عدت فوق العارضة مليمترات يا قاضي، معلش معلش كرة يا قاضي. هنا تبديل يخرج اللاعب ماجد منير على التنفيذ، منير يلعب الكرة القصيرة، منير عند اللاعب أوسكار فارس، المرور من فارس للسجون مع فريق فيروز، يخسرها فريق فيروز، اللبسة هنا ولكن التدخل من أوسكار. هذا اللاعب عثمان ممتاز، وهذا اللاعب عثمان ممتاز، متريث كما ينبغي، متريث كما ينبغي اللاعب عثمان. لن يتماس لصالح فريق فيروز، الكرة القوية ممتاز لخارج الكرة، لن يتماس لصالح فريق فيروز. المخالفة راح تلعب سريعا، تلعب الكرة سريعا عند اسكندر، اسكندر في الجهة اليسرى، اسكندر عند اللاعب مارك. معلش يتزحلق مارك في الكرة الماضية، الكرة الآن اللاعب عثمان، الكرة عند زهران، زهران عند صوني في الجهة اليسرى، عثمان جونيور، عثمان جونيور يرجع الكرة عند زهران، الآن يستحوذون على الكرة بشكل ممتاز فريق فيروز. العرضية أولا الكرة عند سعيد، العرضية أوبا بابا، لسه الكرة خطيرة، لسه الكرة خطيرة ولكن انتهى. جهزت الكرة، تسلل على فريق فيروز، كانت خطيرة الكرة الماضية، خطيرة الكرة الماضية. الكرة عند أوسكار، أوسكار من جوز المتقدم، أوسكار عثمان جونيور، عثمان جونيور واحد على واحد عثمان، يا سلام على طريقة بيرفان، ولكن لسه الكرة، لسه الكرة تسديدة. الكرة لو كانت شافت الوان راح نشوف هدف ممتاز، هدف كان راح يكون ممتاز. الكرة الآن والتغطية هنا من فارس، مباراة ثنائية بين فارس الكرة القوية هنا من كتف شرعي، الكرة تروح عند اللاعب الظهير الأيسر العرضية ولكن الدفاع، تروح الكرة سريعة، تسترجع الكرة سريعة في وسط الميدان ولكن تروح في الجهة اليمنى عن طريق اللاعب عثمان المتريث كما ينبغي، ولكن لسه بنشوف، لسه بنشوف الكرة عند حرب، حرب اللمسات الكرة حرب في المنطلقة، حرب خش يا بلال، خش يا بلال، خش يا بلال، خش يا مارك، خش يا مارك، يا مارك مش حاجه نبكي عليها. الارتفاع الان متقدم، شكله يطلع للامام، شكله ممتاز بالكرات الهوائيه، شكله يا مارك، يا مارك، يا مارك بالكرة، الكرة من حرب، يا سلام على التسديدة العرضية، شكله شكله ولكن التسلل، الحكم احتسبها تسلل.
الكرة عند عثمان جونيور سريعة، الممكن أن نشوف هدف رابع، الممكن أن نشوف هدف رابع، الكرة عند عثمان المتقدم عثمان ولكن الدفاع. الكرة عند مارك، مارك لسه الكرة مع مارك لكن مخالفة، مخالفة لصالح فريق ويلز يصفرها بيتر كراوتش. تحسين الاهداف الاول كان عن طريق عثمان، الثاني كان عن طريق زيزو، والثالث يلا كابتن تغيير يلا المخالفه هنا هادي هادي المخالفه لصالح فريق فيروز اللمس عنده اسكار ميغويزا يوصل عند سهران سهران سوري بيتر كراوتش يرجع للوراء تعادل الكرة هذا سهران سهران هذا هو اللاعب سهران شوف سهران يوصل عند صنيع سهران سهران الى الشارع منير على المرمى فيروز منير ببراعة منير يختار الكرة الطويلة منير الى بعد زيزو سلم الكرة للخطية زيزو في ميدان استرجاع ممتاز عند اللاعب حرب للوراء الكرة تسترجع عند سونيك ولكن لسه الكرة مع عثمان جونيور تلجا في اليسرى تصير عثمان جونيور لسه الكرة مع عثمان الكرة في الجهة اليسرى عثمان دفاع ممتاز دفاع ممتاز شوف التدخلات القوية سوني يا الله كانت تسديدة ممتازة يا سوني سوني المفروض يكون معروف بالسرعة يكون بالسرعة الكرة الآن كرة طويلة سلام الممكن الفولو الممكن الفولو مخالفة صحيحة هنا من بيتر كراوتش لصالح المدافع اوسكار ميغويزا يحاول ان يكسب بعض الوقت اوسكار هنا لصالح فريق فيروز متقدم من ثلاثة اهداف لواحد عمر هاني على التنفيذ عمر هاني تلعب الاوسكار ثنائية ممتازة بصراحة عمر هاني واوسكار سهران يوصل عند سوني سوني عند عثمان جونيور عثمان سهران شوف كيف يلعبون شوف كيف يلعبون فريق فيروز يا سلام الكرة مع عثمان الكرة الآن عند حرب يختار الكرة الطويلة شوف كيف صفقة اللاعب أوسكار أربعة يا سلام يا سلام شوف كيف مر وتوغل هنا اللاعب حرب رقم 14 خلي بالك انا هلعب الماتش وقت التقرير يا مراد الدوري ممتاز يعني هعمل ايه هكذا اجواء وهو يحاولون ان يخلص الفارس الكره الان تروح سريعه عند حرب الممكن ان يسوق حرب هنا ياخذ العرضيه يا سلام الدبل كيك ولكن لا لا يلا يلا اطلع الكرة في الجهة اليسرى راح توصل ولكن على حدود ال 18 يا سلام تخرج الى فيروز الكرة عند عثمان ما كنت مرة محاولات ولكن بلا فائدة حتى الآن نحن فقط نريد الفائدة نريد الفوائد من هذه المباراة وفريق ويلز يا عشر
السلام عليكم.
يخرج الآن من اللعب حرب 4-2 مشاهدينا الفاضل حتى الآن فريق فارس متقدم 4-2 على فريق ويلز. اسكندر يلعب الكرة عند بلال، بلال لشاذلي، شاذلي في وسط الميدان، شاذلي شاذلي ياخذ مخالفة وسط الميدان من زيزو، على التنفيذ الكابتن وعشرين كابتن فريق ويلز. ممكن نشوف كرة خطيرة لو كان ممكن نشوف كرة خطيرة. عشر العرضية تسديدة والله بالجانب القائم، بالجانب القائم الكرة تروح هناك لاعب واقع على الأرض. هذا كمان لاعب سكان، هذا شكله ينتهي الشوط الثاني مشاهدينا الافاضل وتنتهي المباراة. مبروك الفوز لصالح فريق فيروس 4-2 امام ويلز، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.